الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا، أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الضرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة دخل عدد بالسعادة ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. الأسنان عالم مهم جدا وفي أخطاء كتيرة يعني الواحد بيعملها في أسنانه وبتدمرها على فكرة. يعني مثلا من ضمنها في ناس ما بتستخدمش وما بتختارش فرشة سنان مظبوطة. على فكرة فرشة السنان دي بتختلف مني ليك. طبعا فكرة ان عيلة تستخدم او اكتر من حد يستخدم نفس فرشة السنان دي فكرة يعني وحشة. ايه ده حد ما تخطرش على بالي ان انا اتكلم فيها. اللي بيخطر في بالي انه ناس بتروح تشتري فرشة السنان وهي مش عارفة طبيعتها ايه من غير ما تستشير الدكتور. حاجة تانية المهمة انه عدم تنظيف الاسنان بالطريقة السليمة ده موجود. ناس ما بتعرفش تتعامل ازاي مع اسنانها فبتضر اللثة جدا. كمان الوقت الكافي، في ناس بتروح جايه حاطه معجون السنان وفي نص دقيقه كده ولا في ربع دقيقه بيقعد دب دب بسرعه كده اللي هي تحس بطعم المعجون. الله انا بحب طعم المعجون ده وروح جاي هوبا عشان مستعجل ورايا شغل. ده تنظيف السنان ده علم يا جماعه وياخد وقته وطريقته وله قصه كبيره جدا. الحاجه المهمه جدا انه في ناس العكس بقى، في ناس بتتعامل مع سنانها على انها بلاط الاشاني بتاع البيت، فاللي هو بتجيب بتاعه سنان بقى يعني عامله زي جلايه الرخام وتقعد تعمل تدعك في سنانها زي ما تكون بتدعك في رخام بيتها وتقعد بقى كتير قوي فتضر جدا. يعني ما هو ساعات الافراط برضو يعني خطير جدا. برضو انه ناس بتنسى السطح الداخلي والبيني للسنان، الأسطح الداخلية والبينية ده اللي بتاعت الخيط دي مهمة جدا. الخيط ده يعني في دلوقتي في أمريكا يقول لك معاك خيط مش هتروح لدكتور. ده طبعا مش للدرجة دي بس ده تعبير كناية عن أهمية الخيط الطبي في تنظيف الأسنان. ده جزء مهم قوي. لكن لو بدأت المشكلة هناك شيء مهم في الثقافة المصرية إنها بتتأخر في الذهاب إلى طبيب الأسنان، إنها بتقعد تهرب في كتير من الأحوال، تأخر الزراعة، تهرب من علاج الجذور، يقول لك العلاج التجميل أنا ديني بقفل بقي وما بضحكش ومحدش واخد باله من شكل أسناني. هنا مهم جدا إن احنا نفهم الناس بتفكر إزاي عشان نعرف نحل لهم مشاكلهم. من هذا المبدأ، من مبدأ الناس بتفكر إزاي فهنعرف نحل لهم مشاكلهم، هو ده لقائي مع ضيفتي العزيزة أستاذ دكتورة إسراء السعيد. أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتورة إيمان. عمالة تضحكي بقى. يعني اولا احنا لازم نتكلم في موضوع غسيل السنان ده. عجبك القصه دي؟ اصل الناس كلها يعني مش واخده بالها ان موضوع غسيل السنان ده عندنا برانش، ده قسم، يعني ده موضوع. بس الناس بتعمل ايه؟ موضوع انك تجيب الفرشه وتقوم عامل كده، ده مفيش كده، مفيش حاجه اسمها كده. احنا كده بنقطع اللسه على الهادي، يعني عارف انت بتقطع البق. لا احنا لازم نمشي كل الاتجاه فيه.
اتجاه اللسان، يعني الفك العلوي لازم الفرشه تبقى نايمه على اللثه علشان تعمل مساج للثه، وتقوم ساحب لتحت، يبقى انا كده في اتجاه اللسان. تحت لازم تنام الفرشه، الشعر نفسه يبان ينام على اللثه، تقوم رافع لفوق. الاسطح اللي بناكل عليها دي بتوقف الفرشه كده عليها وبتعمل دواير، لا بتبقى الفرشه واقفه وبتبقى داخله جوه الفيشرز بتاعت السنان. واحد واحد، لو حد غسل سنانه في اقل من 5 دقائق هو كده ما غسلش اسنانه، هو كده عمل حاجه كروته. دروس العقل اللي ورا برضو الناس مش فاهمه، ان لازم تقفل بقك شويه وانت بتغسل، الدروس اللي ورا، لان الاناتومي او الفك العلوي بيبقى الفك السفلي قافل على الفك العلوي طول ما انت قافل بقك، مش هينفع طول ما انت فاتح بقك، لازم تقفل بقك شويه علشان تقدر تدخل الفرشه وتعمل تنظف دروس العقل او الدروس الاخيره. مفيش حد ابدا ممكن يغسل سنانه وفاتح بقه الدروس الاخيره، ما ينفعش وانت فاتح بقك، لازم تقفل بقك عشان تلاقي مسافه تدخل فيها الفرشه، كده يبقى انت غسلت اسنانك. لو ده ما حصلش تاكد ان انت غسلت اسنانك. حلو قوي، اديني فرصتي النهارده بقى في التمثيل، لان انا هتقمص دور كل عيان وكل قصه من قصص اللي قدامي دي. قصص كتيره انا هتقمص الدور، يعني هتلاقوني يمكن يجي لي دور ولا حاجه في يا رب دكتور اسنان. المريض الاول اللي هتقمص دوره بيقول لك انا فقدت 4 سنان فوق وتحت. انت عارفه المعايير صعبه يا دكتوره والزراعه مكلفه، اعمل تركيبه ثابته ولا متحركه؟ طيب الموضوع دوت اولا ليه حسبه. لسه النهارده كان عندي مريض قال لي نفس الجمله. طيب احنا دلوقتي يمين المكان الفاضي وشمال المكان الفاضي سنان مكسره متهلكه ملخلخه، ازاي نسند عليها؟ فهو بيقول لي طب ما هو انا جاي اعمل بريدج ثابت، انا مش بتاع زراعه وانا تكاليف الزراعه عليا كبيره، ما هو برضو انا مش ساحره، ما ينفعش. يعني ينفع تبني عماره على سطح ميه؟ هتقع، ما ينفعش. الحل بتاعنا التاني او التالت اللي انا مش حباه هو ان احنا نعمل تركيبه متحركه، لان انا بقيت بعتبر التركيبات المتحركه هي الاختيار الاخير وليس الاختيار الاول او التاني، لان دي بيبقى عواقبها مش ظريفه. لكن انا برضو بيحكمني وضع البق العام، ما طب هسند على ايه؟ لكن لو السنان اللي قبل المكان الفاضي واللي بعد المكان الفاضي سليمه ماسكه كويس، حتى لو هتحتاج علاج جذور وطرابيش بس حالتها كويسه، ماشي نسند عليها ونعمل بريدج. لكن لو العكس، لا، يبقى احنا كده بنتكلم في حاجه هي حتميا محكوم عليها انها تبوظ. السؤال الثاني بيقول لك انا بعاني من تقدم السنتين الاماميين، عامل زي الارنب يعني، وباقي الاسنان برضو نفس الكلام، وعندي السنان ايه يعني راكبه على بعضها كده كانهم كلهم ساكنين في حته ضيقه. ايوه. طب انا العلاج ايه؟ عشان انا عندي الوقت مهم جدا جدا، انا رجل اعمال. رجل اعمال بعد كل. طيب احنا دلوقتي عندنا اختيارين، لو السنان متراكبه بس ليها مكان تتفرد فيه وعنده وقت يبقى احنا هنتكلم في التقويم. لو ما عندوش وقت يبقى احنا هنتكلم في التركيبات او التجميل. بمعنى ان احنا هنعمل برد للاسنان دي بطريقه معينه، ندخل بيها ونركب عليها طرابيش، الطرابيش تدي منظر، تدخل السنان ديت في الارش. يعني الارش يطلع نص دايره مظبوط، ما يكونش الارش طالع سنه عاليه وسنه واطيه. زي برضو كان عندي امبارح واحده فنانه عندها نفس المشكله دي، سنان طالعه وسنان داخله، عمل لها الكراونز على الوضع الداخل والخارج. فبتقول لك طب انا استفدت ايه؟ ما هو برضو غير منطقي ان واحد يحط الحاجه على الوضع الغلط. طب ايه احنا طب عملنا تركيبات ليه؟ علشان انت كده اظهرت عيوب السنان، ان دي عاليه ودي داخله ودي خارجه. لكن انا بالنسبه لي في الوضع ده لو عنده وقت يبقى نتكلم على طول في التقويم. عندنا حاله اهي عايز يعني دي يصدق عليها اللي احنا قلناه. زي ما انت شايفه كده طبعا دي حاله تقويم. احنا عندنا الاسنان الاماميه طالعه لفوق، طالعه لبره، الاسنان السفليه متراكبه، الناب اللي نياب طالعه ملهاش مكان اصلا وراكبه على اللي قبلها وعلى اللي بعدها، ما فيش اصلا مكان للنياب تنزل فيه. الحاله ديت ما ينفعش نقول فيها تركيب، الحاله ديت لازم تتعمل تقويم. دي بقى فعلا يعني في حالات في اختيار ما بين التقويم وما بين التركيبات، في حالات حقيقي ليس فيها خيار. لو انا جيت لك برضه قلت لك يعني مش انا بقى مش لازم امثل الحته دي عشان الحته دي صعبه في التمثيل، فرحي بعد اسبوعين.
لا انا هعمل معاك واجب بقى لو فرحت واحده اسبوعين كده تقفلي معايا تحس ان هو رايح حته مش كويسه. وعايز ابتسامه هوليود، هل الوقت كافي؟ طيب ابتسامه هوليود دي عايزه حلقه تمام، علشان دي معلومه مغلوطه وانا شايفه ان الناس يا حرام بيجوا مندفعين جدا بموضوع ابتسامه هوليود. يعني ايه ابتسامه هوليود؟ هي ابتسامه المشاهير بس احنا سميناها ابتسامه هوليود، اللي هم المشاهير اللي بيبقوا في هوليود وبيتصوروا والكلام ده. ده مسمى زي بالظبط انا عايز اشتري عربيه، هل انت حددت الماركه؟ ما ينفعش يعني هاتي لي عربيه، مفيش حاجه اسمها عربيه، ما هو حضرتك لازم تحدد كل حاجه. مسمى مش علمي يعني، مسمى غير علمي. ده يعني ايه؟ دي مسمى طلع تجاري، طلع فجاه. ابتسامه هوليود دي حاجه نسبيه، بمعنى انا عايز ابتسامه حلوه. انت بقى طلع لك ابتسامه حلوه بان اعمل لك تبييض الاسنان تمام، اعملها لك بفينيرز تمام، المهم ان انت تطلع ابتسامه هوليود، المهم ان انت تطلع ابتسامه مشرقه ومشرفه. اعملها لك بتوريد ليسا برضو تمشي، اعملها لك بقفل فراغات وتقويم تمشي، المهم ان الابتسامه تطلع مظبوطه في الاخر. لكن ابتسامه هوليود اللي هي الشائع اللي هو جهاز بيتركب على الاسنان اسمه سناب اون، ده عباره عن زي طقم اسنان بيلبس على الاسنان كلها بيديك منظر خارجي كويس. بس في عيب ضخم، اولا بيطلع بروز للاسنان لان هو فوق تخنت السن انت ما بردتش منها حاجه. تاني عيب انك ما ينفعش تاكل بيها ولا تتعامل معها على اساس انها اسنان الطبيعيه، ما ينفعش تنام بيها. طيب ايه الحكمه؟ ايه الحكمه ان انت مثلا بتلبسها عشان رايح فرح؟ يعني دايما ايه الناس راحه فرح تلبس كونتاكت لينسز، بس هي شايفه قدامها تلبس كونتاكت خضره زرقاء فرح بقى، ونحط بقى رموش والحاجات بتاعه الايه الافراح ديت، ده اساسي. طيب ولو انا مش شايفه بيها هل ده منطقي؟ مستحيل، ما هو لازم يكون لها فانكشن. طيب هل ينفع ان انا اعمل الابتسامه هوليود دي واروح الفرح ما اكلش، اقابل الناس ما اتكلمش، مخرمه لو ضحكت ولا عملت كده يتبان الخروم من تحت؟ طب ازاي ده منظر غير لائق. الادهى بقى، انا قابلت شخص وشاف شكلي بابتسامه هوليود واسناني بيضه وزي الفل وما اكلتش والدنيا بيس وما فيش اي مشكله حصلت لي، هل من المنطقي ان انا اقابل الشخص ده بعد يوم او اتنين وانا قلع الهوليود سمايل اللي هي اصلا ما اسمهاش هوليود سمايل، ويشوف سنان مكسره واسنان رمادي وحاجات مخلعه؟ از ات لوجيك؟ دي اهانه، دي اهانه. دي عامله زي بالظبط زي بالظبط اللي شافك يعني خارج بالبيجامه ازاي باشا؟ يعني واحد قابلته في يوم راكب عربيه فخمه جدا ولابس لبس بتاعه، تاني يوم حطور، تاني يوم لا ريت راكب عجله وراكب ولابس بيجامه، ما ينفعش بيجامه مخططه كاستور راكب عجله، ده المنظر. عجله صغيره، عجله مش رياضه ما ينفعش. يعني انا لو خارجه مع الناس قابلتهم في فرح تاني يوم كنت لابسه سبورتيف مش هوريهم وشي. ما ينفعش يشوفني لابسه تريننج، يعني المنظر نفسه مهزوز. فاحنا كده عملنا اكس على نفسنا قدام الناس. فابتسامه هوليود ده مسمى خاطئ، مفهوم خاطئ. اللي هي بتاعه اللي بتركب دي البلاستيكه اللي بتركب دي غلط، هي دي ممنوعه خالص. السؤال الجاي ده مهم قوي بقى. لو تقمصت لك دور واحد مريض سكر، قلت لك انا مريض سكر واسناني وقعت واحده ورا الثانيه ونصحوني ان انا اركب تركيبه ثابته لكنها بتؤلمني، ايه رايك في حالتي؟ ايه الحل؟ تركيبه ثابته بتؤلمه، يبقى في عندنا مشكله في الشاسيه اللي شايل التركيبه، يعني السنان اللي شايل التركيبه. انا كل يوم عندي حالات زي كده جايه من اماكن اخرى. وانس ان الكراون بيوجع او البريدج بيوجع، يبقى حضرتك البريدج ما بيوجعش، ده جسم خارجي اتحط في البق، ده ملوش ما بيحسش. يبقى السنان اللي شايله البريدج ده فيها مشكله. ايه المشكله؟ يا اما فيها جدر مكسور، يا اما فيها علاج جذور مش مكتمل، يا اما محتاجه تتعمل علاج جذور يعني موت العصب وما اتعملش، يا اما البريدج دوت ضغط على الليثه اكتر من اللازم عمل التهاب داير ما يدور، يا اما فيها فراغات بتدخل اكل فبتعمل حشر للاكل وبتوجع. ده مليون الف عامل. فالبريدج في حد ذاته مش هو اللي بيوجع، اللي تحت البريدج هو اللي عامل المشكله. البريدج مش هو اللي عامل، ما بيوجعش، اللي تحت البريدج هو اللي عامل. هو السؤال دايما ايه اللي تحت البريدج؟ بالظبط كده. فهو لو البريدج وجعه يبقى لازم نعرف السبب، نحلل السبب دوت ايه ونعالجه. لو امكانياته تسمح بزراعه هيكون دوت البيست تشويس، هو دوت احسن حاجه ممكن نعملها. سؤال جدا مهم قوي ومنتشر جدا. واحد جايب لك بنته وقال لك
بنتي عندها اللثة غامقة. اه. ده شيء مسبب لنا، وهي بنت صغيرة. ايه الحلول؟ اللثة غامقة يعني نعمل لها حاجة اسمها توريد، ولسه النهاردة كان عندي واحد بيقول لي نفس الكلمة. لثة غامقة يعني عايزة توريد، ودي بتطلع مع الناس اللي ليهم أصل جنوبي. يعني ده حاجة ليها علاقة بالريس. سيبك من التدخين وكده، لأن هي بنت صغيرة أكيد مش هتدخن ولا الكلام ده. فالقصة في إيه؟ إن إحنا نعملها توريد للثة. ده بيتم عن طريق جهاز ليزر، سوفت ليزر، دي بنوتة صغيرة برضو. عملنا لها توريد للثة، قدرنا إن إحنا نجيب نتيجة معاها في خلال دقايق. عملنا الفكين، أهي دي عملت ابتسامة هوليود. إيه بقى اللي هي عملته؟ توريد. بص حضرتك المنظر فوق قد إيه غامق ومقبض، وقد إيه تحت جميل ومشرق. ليه؟ هي بس توريد اللثة، وده النتيجة بتيجي إميديت وإحنا قاعدين، هي بتطلع بالنتيجة دي. هو على فكرة بدون ألم. بدون ألم. جلسة واحدة ولا أكتر؟ لا لا، هي جلسة، هي 10 دقايق بس. ترجع تغمق تاني بعد كده؟ صعب. صعب. رير، على ريسيرش رير. بس حتى لو رجعت مفيش حاجة في الطب اسمها مش هترجع 100%. لكن انت بتتكلم بما في ايه؟ حكاية ريسيال وجاية جيناتك. 1% بترجع ولا 2%. بس ممكن نعمل ليزر تاني. طبعا نعمل ليزر تاني، مفيش مشكلة خالص. اوكي، حلوة قوي. اي تجميل قابل انه يحصل فيه تعديل، عشان دي معلومة الناس بتتفاجئ، متصورة ان كل حاجة هي حل 100%. مفيش حاجة في التجميل اسمها 100%، لكن في 99% و98%. لكن لو انت قدرا طلعت من 1% دوت، ايه المشكلة ما نعيده تاني؟ يعني ما ينفعش واحد يكون حاطط في دماغه هي وانس فور ايفر، مفيش حاجه اسمها كده. قابل ان احنا نعيد الموضوع ده تاني. الابوين بيعتقدوا انه غمقان اللثه بسبب الحلويات، هل هي فعلا؟ لا، ملهاش علاقه بالحلويات خالص. خالص. الحلويات ليها علاقه بالتسوس. لكن غمقان اللثه لا، ملوش علاقه خالص. عيان جاي لك يقول لك انا بعاني من صغر حجم السنان وظهور اللثه وقت الابتسامه بشكل كبير. التعبير ده مهم. ده وكتير. دي حلها لازم نلعب على التو فاكتورز، لازم نلعب على حجم الاسنان، ولازم نلعب على كميه اللثه الظاهره. حجم الاسنان بنعملها بالليزر، بان احنا بنعمل نحت للثه بحيث ان احنا نطول الاسنان شويه ونقلل كميه اللثه اللي ظاهره. اما بقى كميه ده بالنسبه للاسنان طولناها، بالنسبه بقى للثه هنعمل معاها ايه؟ بالنسبه للثه هنعمل حاجه تانية خالص. الحاله ديت برضو نفس القصة، إن الأسنان حجمها صغير واللثة بتبان كتير قوي في الابتسامة. دي حلها إن إحنا بنعمل نحت للثة عشان نطول الأسنان ديت، بندي منظر الأسنان إنها أطول وأعرض. على فكرة الحالة دي قفلنا الفراغات اللي قبل وبعد السنتين الأماميتين، لأن أصلا في أسنان مفقودة مش موجودة يعني في التكوين. وحققنا بوتوكس في الشفة العلوية علشان تنزل شوية، تبقى متهدلة شوية، ما تبقاش عالية قوي كده في الابتسامة، ظاهر المنظر ده كله، لأنه حقيقي ما بيبقاش لطيف. فهي القصة كلها بس إن أنت هتعمل بلان مظبوطة، المريض يبقى موافق عليها، متصور إحنا بنعمل إيه، والنتيجة ديت بقى يعني بإذن الله أنا أضمنها بإذن الله إن شاء الله. علاش نشوف الصورة اللي فاتت دي تاني كده، عشان دي برضو صورة كتيرة. يعني الصورة اللي فاتت البوتوكس دوره ايه هنا؟ بيعمل بيخلي زي بالبلدي بينفخ الشفه شويه وبيقلل الحركه بتاعتها شويه عشان بترتفع هي بعضها. بالظبط. فلما بتيجي تضحك خلاص الحجم بتاعها زاد، فما بتقدرش تطلع لفوق اكتر مما يجب يعني. وهل هي محتاجه اي حاجه تانية ولا خلاص كده تمام؟ لا هي كده، لا هي ركبت فينيرز. هي فينيرز. طبعا. ركبت فينيرز، وقلت لك فالاماكن الفاضيه اليمين وشمال السنتين الاماميتين دول مليناهم. ده احنا السنتين الجانبيتين دول بردناهم وغيرنا شكلهم من انياب لسنان جانبيه، واللي بعدها غير شكله من سنان جانبيه لانياب. ففضلنا نمشي كده لحد لما ظبطنا الرصه كلها بالشكل الطبيعي. هي كانت فقدت ما عندهاش سنتين جنب الانياب، اللي هم القطعين جنب الانياب. برافو عليك، اللي هي اللاترز. ما عندهاش اللاترز، هي عندها سنتين اماميتين وراهم انياب على طول. انا جوايا دكتور سنان بس. ايوه بس مضمور. طب بص بقى، السؤال ده مشهور جدا. عيان هيجي يقول لك انا عندي صديد في اسناني. دلوقتي وصلت المرحله، كنت باخد مضاد مسكنات وبتاع، دلوقتي وصل ان عظم السنان نفسها بيوجعني. ما هو لازم. ما هو في صديد يبقى عظم السنان بيوجعه واللثه بتوجعه، وفي ريحه مش حلوه، وفي زي ناسور بيطلع حاجه صفراء بطعم حادق في البق. ده سيكونس طبيعي. يا خبر اسود. ما هو دوت الخراج. طب انت تفتكر في الحاله دي نخلع ولا ما نخلعش؟ بما ان انت دكتور اسنان مضمور. انا لا، ما نخلعش، نخلع ليه؟ برافو عليك، برافو عليك. انا كونسرفاتيف.
وانا كونزرفاتيف جدا. لا احنا ممكن نمشي في الخطط الكونزرفاتيف او الخطط العلاجيه اللي تحافظ اقصى ما يكون على السنه، ولكن مش معنى اللي انا بقوله ان يجي بكره ناس سنانها مكسره ومتعفنه وطلع عليها طحالب خضره من كتر ما هي خلاص وصلت جابت اخرها، جابت اخرها وعدت، ولا ده تعبير ادبي حضرتك حضرتك قلتي في الحلقه بتاعت امبارح مع دكتور ايمن احنا ممكن نحافظ. ما ينفعش. انا كان عندي اول امبارح عيانه اسنانها ملخلخه لدرجه انها لو عطست هتطلع، انا كنت خايفه وانا بكشف السنه تطلع في ايدي يبقى انا اللي قتلت القتيل، وتقول لي ثبتي لي. اثبت ايه؟ اثبت هم كل اللي بقوها 3 سنات اثبتهم ازاي؟ قلت لها يعني حضرتك كان عندك 32 دلوقتي بقوا 3، يعني حضرتك في 29 واحد اتخلعوا، هم دول هتثبتيهم؟ انت حضرتك لو عطستي، لو عطستي السنان هتطير. فبرضو الناس لازم يبقى عندها منطقيه في التشخيص. يعني الحمد لله من فضل الله انا بجيب نتائج حلوه جدا في شغلي، بس هل منطقي ان حاجه يعني ما ينفعش فيها علاج خالص تقولي ثبتي؟ لا. ولكن حقيقي لو هينفع ان انا اعمل في السن اللي فيها خراج دي اعمل فيها علاج جذور واعمل مسمار ودعامه واعمل حاجه اسمها كراون لانفنينج، يعني اكبر الطربوش بتاع السنه، اكبر حجم السنه، ممكن اعمل كل اللي انت عايزه دوت، بس يكون الحاله بتاعت السنه تسمح. اي حاجه اعملها بس ما تكونش وصلت لمرحله ما بعد النهايه. السؤال الجاي بقى يعني انا برضو هقوله لك وتقولي لي مدى انتشاره، يعني هل هو منتشر ولا لا. تيجي واحده تقول لك انا ركبت فينير ودلوقتي بتحس بالم، وتقول لك بين قوسين على فكره من ساعه ما ركبته ما روحتش اتابع مع الدكتور. هل وارد ان حد يركب فينير ويحس بالم بعد كده؟ اه طبعا وارد. ليه بقى؟ بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما الفينير السنان اتبردت اكتر مما يجب فعملت حساسيه في الاسنان، يا اما الماده اللي اتلزق بيها اسيدك اكتر من اللازم فعملت هايبر سنسيتيفيتي في السنان. حمضيه، الماده حمضيه اكتر من اللازم. اه بالظبط. ففي الحالتين لازم تحول الحاله ديت من فايتال لنون فايتال، يعني لازم تعمل علاج جذور علشان تقلل موضوع الالم. مع العلم ان اول يومين بعد تركيب الفينيرز بيبقى فيه الم بس بسيط. ما بنعملش علاج جذور الا لما يجي المريض، او يعني الحمد لله ما بتحصلش معايا، بس ما بيتاخدش القرار غير لما يجي المريض يقول انا ما بنامش الليل مش قادر استحمل الميه، محتاجه ادفي الميه عشان اقدر احطها في بقي، انا يعني وصل لمرحله اللي هو فعلا لازم نموت العصب، احنا حتى بنقولها نموت العصب. لكن اول يومين ثلاثه لا، ده بيبقى رد فعل طبيعي لان العصب بيبقى عارف ماتيريالز كتيره، كيميكالز كتيره، بيبقى في خضه مش اكتر من كده. السؤال الجاي ده غريب بقى. واحده بتقول لك انا فجاه، هي بتقول لك انا شابه وتقول لك انا ظهر ليا فجاه سن في حلق الفم، وده وارد؟ الله. ده بالحاجه الثانيه دي ماشي، اللي بتقول ان الاسنان بتاعتها مش متساويه. مش متساويه، هو ممكن حد فجاه يطلع له سنه؟ اه طبعا والله. يعني والله وارد. كان سنه متاخره، يا اما قبلها سنه لبنيه ما كانتش موجوده، كانت موجوده ووقعت فدوت طلع مكانه، ما كانتش واخده بالها وخدت بالها، حركه السنان جت كده، حاجه اتخلعت دي نازله مكانها. اه طبعا وارد، بس مش هتبقى وارده مثلا في اربعينات ولا ثلاثينات، دي هتلاقيها دايما في الرينج بتاع 18 20، في الرينج عموما بتاع اللي هو لسه التسنين ما انتهاش، لان انت عندنا ضرس العقل ممكن لحد 18 20 سنه يفضل يطلع عادي جدا يعني. دي لسه امبارح كان عندي ولد عنده الناب اللي فوق يمين كان بيطلع، والولد عنده 18 سنه وفعلا الناب طالع في سقف حلقه، بس احنا اضطرينا نخلعه لانه طالع بالعرض اتجاه مقلوب، يعني بدل ما يطلع كده هو طالع كده، فخلاص دوت نوي ان احنا بقى نتكلم معاه. طب الحاله دي، الحاله ديت هي شبه اللي احنا بنحكيه؟ اه شبهها. هي القصه ديت ان دي حاله عندها اصفرار وعندها اعوجاج ما تقدرش تعمل تقويم للاسنان، فاحنا عملنا ايه؟ عملنا فينيرز في الفك العلوي والسفلي، ادينا نبرد الاسنان بطريقه معينه، ندخل البروز بتاع الضب ده كله ندخله، نقدر نعمل الاينمنت يعني نساوي السنان. خدت بالك ان تحت في النص السنه طالعه لبره وملهاش مكان تدخل فيه، احنا دخلناها واقنعناها تدخل وظبطنا الالاينمنت مظبوط جدا، وقفنا بدل ما في اسنان نايمه تحت وقفناها كلها معتدله، ادينا نوصل للنتيجه ديت. وفي زيارتين يعني، زياره اشتغلنا زياره سلمنا. احنا وقفنا السنه زي النايمه ولا حاجه، بردناها بطريقه عكسيه يعني. بدل ما انت تبردها على نفس الانجل بتاعتها هتبردها من جنب اكتر من جنب، فهتبقى معتدله بس. والكلام ده في السنان هي فكره فنيه،
هندسية. يعني هندسية ازاي تخلي دوت يبدو معوج وازاي دوت يبدو معتدل. كان ممكن يتعمل لها تقويم اللي فوق دي ولا عدت؟ ممكن طبعا. ما عنديش حاجة اسمها عدت طالما هي عايشة ومفيش عندنا مشاكل في أي حاجة ولا في مثلا سكر شديد. يعني لو في سكر حتى عادي ممكن أعمل تقويم. عظم الفك سليم برضو بنعمل تقويم، ولو مش سليم هنعمل برضو بس هيبقى ماشيين بفورسز أقل من النورمال. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، هو ينفع بس العقبة اللي بتوقفني وقت المريض. طيب السؤال الجاي ده، الحالة اللي فاتت دي رائعة بصراحة الحمد لله. يعني الحالات هتغير شكل الإنسان تماما فعلا. طب اللي جاي دي مهم أو منتشر أو عياني يقول لك إيه، أنا بشرب سجاير كتير وسناني صفرة ومش هقدر أبطل سجاير. ومش هقدر أبطل يعني كده في وشي على طول؟ وشك على طول. طب في ناس كده يعني، في ناس. طب ما عادي والله، في ناس بتجيلي تقول لي كده انا بشرب سجاير مش هقدر ابطل سجاير. عندي واحد كان جاي من الكويت علشان يعمل وكان لطيف جدا كده، والله انا بشرب علبتين سجاير في اليوم، يعني ممكن علبتين ونص، ومش ناوي ابطل سجاير وعايز تاني تكون بيضاء وما عنديش حل لاي حاجه انا ممكن اعملها. وبيسالك على الطبيب بالظبط كده. اعمل ايه؟ بقول له عمل عمل ربنا حضرتك، ده انا لو بقول جلا ولا حاجه. طبعا دي حل فينيرز. فينيرز طبعا، فينيرز على طول. ما الحاجه الوحيده ما تغيرش لونها الفينيرز. وبرده عايزين نتكلم في موضوع التبييض دوت، علشان انا يعني يعني شايفه ان انا بتكلم في موضوع مش علمي بس انا شايفاه براكتيكال. انا مسؤوله عن كلامي. انا شايفه ان التبييض كان موضه وانتهت، وهو كلام مش مظبوط خالص ان هو يتعمل مهما قلنا. في المجمل انا شايفه ان هو مش مظبوط. طالما الحاجه دي بترجع يبقى مش المفروض ان احنا نمشي فيها. ليه؟ المريض المصري لا يقبل فكرة ان في حاجة اسمها failure rate، لا يقبل ان في حاجة اسمها ممكن ترجع recurrence. ما لا يقبل هذه الفكرة. طيب انا دلوقتي ده بلس، انا عندي ليزر، عندي زوم، عندي كل الاجهزة، عندي اعلى خامات في العالم بتعمل whitening، انا بطلت اعمل whitening لان انا طبيعي. ما ينفعش اعمل طبيب الوايتنج هو طبيب. ما ينفعش اعمل حاجه وانا على يقين انها هترجع بنسبه 90% وامشي فيها. ما ينفعش. يعني انا عملتها مره 2 3 بترجع. ليه؟ لان انت بتيجي تقول للمريض انت في خلال 6 او 9 شهور ترجع لي تعمل اكتيفيشن فيزيت، يعني ترجع اللون زي ما احنا عملناه. مش هيجي. هتلاقي ان هو بعد 6 ل 9 شهور اللون ابتدى يغمق. ما بيغمقش لدرجه ان هو يجي بنفس يوصل الدرجه اللي ابتدى منها. بس اغمق، ما هو اغمق دي مش كويسه. يبقى انا البديل بتاعي المنطقي ايه؟ البديل بتاعي هيكون الفينيرز. لا هتغير لونها ولا هتغير وضعها قشره التجميل ولا ولا اي حاجه. بقى تشرب سجاير، تشرب واتيفر بقى اي حاجه خلاص. لكن انت عندك في التبييض عندي مشكله اول 48 ساعه التيوبيولز بتاعت السنان او القنوات بتاعت السنان بتبقى زي السفنجه بتسحب اي لون. انا ببلغ المريض ممنوع تشرب اي حاجه بتبقع الهدوم زي الكركم، الكركديه، اي حاجه تحطها على السنان تغير تتوقع اي حاجه تحطها على الهدوم تبقى. ما ينفعش ان انت تعملها وانت عامل طبيب. طب انا ليه بوجع، يعني ليه بوجع دماغي وبحدده؟ ده حتى القهوه ممنوع، النسكافيه ممنوع، لو هتعمل تشرب لبن كتير. طب ما انا عندي حل اهو بسيط ومثالي وهيدوم. طب افرض واحد ما كانش مدخن وهو جاء على باله يدخن، كل اللي عملناه يروح؟ طب ما هو ده برده مش منطق. طب ما هو انا عندي بدائل اخرى ممكن اعملها واجيب له النتيجه 100%. وهو بقى غير رايه وقرر يدخن، هو ما حبش اللون وحب ان هو يغمقه ويفتحه في ايدينا. لو المريض دوت عنده فراغات او اسنان مكسره او واتيفر هعالجها برضو بالفينيرز. انا كده اديته اوبشنز كتيره وما بقاش الاوبشنز محدوده على اديني تبييض. تبييض ده طلب واحد، الفينيرز كل حاجه. عايز ادخل بروز هندخل، عايز تعمل فراغات، عايز تغير لون، عايز تطول، عايز تشيل ستينز يعني بقع على السنان، كل حاجه. طب انا ليه بقى هحكم نفسي في التبييض اللي ممكن يرجع تاني، يرجع على عيني يقول لك مش ده اللي انا عملته؟ طب ما هو فعلا مش ده اللي انت عملته. انا عندي الكالر شيت بقيس، مش هو اللي انت عملته، بيرجع شويه، مش بيرجع 100%، يعني مش بيرجع لنفس اللون اللي ابتدينا منه. بس وانس انه بيرجع، يعني انا كشخص ما احبش اعمل حاجه بترجع.
واخد بالك؟ ماشي. ولا يعني واضح انه انت تقصدي ان التبييض في حاله انحسار خلاص بينحسر. انا شايف ان هو خلاص في خلال سنتين ما حدش هيسمع عن التبييض خلاص. سؤالك ايه ده مهم بقى قوي. الواحد يجي يقول لك انا عملت زرعات وبدا يحس او بعد ما عمل الزرعه بالم شديد في سنانه. هو السبب الزرعه في سنانه ولا في مكان الزرعه؟ في مكان الزرعه. وارد طبعا يحدث. طبعا. ايه المشكله؟ ما هو حضرتك انت ليه متصور ان الزرعه دي يعني شيء ليس له اي سايد افكتس او اي كومبليكيشنز؟ اي كومبليكيشن في الدنيا وارده. ده الواحد لو يعني ضيق الحزام شويه بطنه توجعه. ايه المشكله؟ ما هو لازم يحدث. بس هل الالم ده بيروح بمسكن ولا ما بيروحش؟ هي دي بقى الكي. بيروح بمسكن يبقى حضرتك ما بتاخدش العلاج. ما بيروحش بمسكن لا يبقى كده في خطا في الاوبريشن نفسها، في العمليه نفسها. طبعا كده في خطا في الاوبريشن. لكن إيه وجع في نيرف خبطنا فيه وهتسمعها كتير بس مش من عندي الحمد لله، يقول لك من بعد ما زرعت بقي منمل، شفتي منمله، بقي ملوح. طبعا ده كده يبقى انت كده خابط في عصب وش ما فيهاش كلام. ملوح يا نهار اسود. دوت جهاز بيقدر يحدد لك الاتجاه اللي انت ممكن تزرع فيه من غير ما يحدث اي مشكله في الزرع من حيث الحركه يمين وشمال. يعني انت كده بتحطها سنترلايزد. السيرجيكال جايد دوت بيساعدك في انك تحط الحاجه سنترلايزد في مكانها عشان ما تخبطش في السنه اللي يمينها ولا اللي شمالها. لكن لو انت بعد الشر في نيرف قريب انت لازم تبقى عارف ان انت مش هتعدي الطول الفلاني. وعلى فكره موضوع انك تخبط في العصب ده موضوع حله سهل جدا في معظم الحالات، حله سهل. بس تعرفه ازاي بقى؟ انك تتابع المريض بعدها على طول بيوم او اتنين. انا بحب دايما يعني اتصل بيه ينجيبه ونبص عليه. المنمل ده في ثانيه بنج اسحب الزرعه خلصت الاعراض. ساعات كمان الحاله بتبقى يعني ضايعه خالص، يعني مش مساله بقى يعني الوضع بيبقى ماساوي. يحتاج زراعه وكل حاجه بس الوضع ماساوي. طبعا. وسن كمان ساعات بيبقى متخطي. برضه ما فيش مشكله. برضه ايه المشكله؟ احنا عندنا كل حاجه وليها حل. حتى لو واحد بياخد ادويه مسيله للدم زي البلافكس زي المريفان زي وات ايفر برضه في حل. ان احنا لازم نوقف الدواء قبلها بفتره معينه بالتوافق مع دكتور القلب او الدكتور اللي كاتب له الدواء دوت، يوقفه قبلها بثلاث او خمس ايام حسب ما الدكتور القلب بيبقى شايف، بنوقفه قبلها وبنشتغل برضه. سكر لازم يكون كنترولد. يعني ما فيش حاجه اسمها مريض السكر ما يزرعش، لا هيزرع. يعني هل دي عندها سكر؟ عندها كل حاجه. دي عندها سكر؟ كل حاجه، وبتاخد ادويه مسيله والسنان ديت ملخلخه. بص عندها كل حاجه. انا كان نفسي تحط صوره القبل لوحدها والبعد بعد كده. انت يعني الحاله دي اتظلمت انهم اتحطوا كده ورا بعض. لا انا كنت عايز اعيش الاول مع القبل بصراحه. خلاص ماشي. يعني عارفه يعني اللي هو ايه يعني لا يعني التشويق السينمائي لانه حاله صعبه جدا جدا واخده شغل جامد جدا. يعني احنا عندنا رفع للقاع الانف في الجنبين، عندنا الأنفي. تضخيم عندنا تضخيم للفكين، عندنا شغل كتير قوي قوي عشان نقدر نوصل بسنان انها تطلع لبره. احنا عاملين شغل كتير قوي عشان نقدر نوصل للشكل ده. خد وقت قد ايه؟ لا دي خدت شغل وبعد كده كم زرعة؟ 14 زرعه. اوكي 14 زرعه ده كتير ماشي. بس المساحه بس عندنا كبيره وهي كانت مصره تجيب للاخر. يعني في ناس بقول لهم هنعمل مثلا 4 زرعات في الفك بس ما نكملش للاخر. لا دي كانت مصره للاخر وده افضل. هيخلي وشها يرجع تاني بالظبط. بالظبط. بس في بقى معلومات مخلوطه زي دي بجد والله انا مش بهزر بس هي فعلا دي انا بقابلها كل يوم. واحده تيجي مثلا تقول لها احنا هنحتاج نرفع قاع الانف في المكان ده عشان نلاقي مكان نحط فيه الزرعه، تثور جدا وتقول لا انت عايزه تخلي مراخيه ماشيه معوجه، انت عايزه صوتي يتغير. انا يعني ايه رفع قاع الانف؟ امشي ملوحه؟ طب انا هبقى ماشيه خنفه؟ طب انا هبقى عامله زي اللي عندها انفلونزا؟ طب انا لو حبيت اتكلم صوتي هيبقى هو ولا انا كده غيرت صوتي؟ يا جماعه ده موضوع ملوش اي. اولا الجيوب الانفيه حاجه،
الانف حاجه، ده موضوع موضوعين ملهمش علاقه ببعض عندنا. الانف هي المراخير، انا ماليش دعوه بالمراخير خالص، ماليش ما بلمس المراخير. قاع الانف او جيوب الانفيه ديت المنطقه اللي هي اللي احنا بنسميها الخدود، ده بيبقى عباره عن جيب هواء ربنا خلقه فيه الجمجمه عشان يخفف الوزن وليه وظائف اخرى. دوت لو كان مكان الخلع بقاله كتير بالجاذبيه الارضيه بينزل يملى المكان مكان الخلع. احنا بنحتاج ان احنا نرفعه عشان نلاقي مكان نحط فيه الزرع. طب نحط الزرع فين؟ الرفع ده ليه انواع، في حاجه اسمها رفع كلوزد وفي اوبن. كلوزد يعني انت بترفع من خلال الفتحه اللي انت بتدخل منها الزرع. الاوبن لا، انت بتفتح من الخد من جوه علشان تحشي عظم وترفع القاع الانف ده لفوق. سواء رفعته مغلق، رفعته مفتوح، رفعته باي اله واتفر ايه هي، ده ليس له اي علاقه بالصوت ولا ان الواحد يمشي مراخيره معوجه ولا ان وشه شكله يتغير. ايه اللي جاب الجيوب الانفيه للانف؟ والله الناس بتتكلم بمنتهى الجديه، يعني بمنتهى الجديه. طب ده انا جوزي يطلقني، يطلقك، انا مش فاهم ايه علاقه مراخيرك بالمقام، ان انا مش بشتغل بمراخيرك، انت نسيتيني. الستات في مصر ان هو كتير منهم تلاقي كلام جوزي يطلقني ده في اي حاجه، يعني مثلا حضرتك هتعملي باميه النهارده ده جوزي يطلق، حضرتك بتعملي بانخ من غير لحمه ده جوزي يطلق، حضرتك يعني كويتي الهدوم عند عم بتولي مش عم تحس ان هو لوي دراعي مش تجميل اسنان. اللي هو اعملي بس اي حاجه عشان اطلقك بسرعه. يعني اللي هو ايه، تحس انها مهدده في كل تصرف. احط لك زرع الماني ده جوزي طلع. طيب مهم قوي قوي السؤال الجاي دوت، عندها مشكله في عايزه زراعه والعضه فيها حاجه غلط، وده سؤال علمي حلو على فكره، تصلح العضه ولا تزرع الاول ولا ايه؟ ما هو على حسب احنا هنحط كام زرعه، والزرعه دي متاثره بالعضه المعكوسه ولا لا، او بالعضه الغير متناسقه ولا لا. لو احنا هنزرع البق كله خلاص انا ما يهمنيش خالص موضوع العضه دي، لان انا ممكن احط بعد كده السنان بزوايا اظبط بيها اتجاهات الاسنان. لو القصه كلها في جنب واسيب جنب، لازم اشوف الجنب ده انا بعد ما ازرع واركب، لازم ابقى عندي تخيل بعد ما اركب السنان ديت هتبقى في النورمال اوكلوجن ولا لا. لو هي في النورمال اوكلوجن هزرع، لو هي مش في النورمال اوكلوجن يبقى انا لازم اظبط الاوكلوجن في الجنب دوت قبل ما انا اعمل لودنج على الزرع، مش قبل ما ازرع، ان في فرق ما بينهم. ازرع ما هو العيان اصلا خارج مش شايف حاجه، في الفتره بقى اللي هي الزرعه ديت هتلتئم مع العظم انا اكون انا عملت التقويم او ظبطت العضه في اللي بمكان ده. يعني ايه نقدر نقول الزرع مع ظبط العضه مع بعض، بس الزرع اختفت جوه العظم واحنا في الوقت دوت عمالين نشتغل في العضه. عشنا كويس جدا مع الناس، لازم الناس نسمعهم، لازم نحس بخوفهم، لازم ناخد افكارهم حتى لو كانت متضاربه، فيها يجمع ما بين الزراعه والتجميل، ما بين اللثه والمشاكل الجذور والى اخره، لكن في الاخر المشاكل المصريه في الاسنان دايما تاتي كما يقولون في الامثال، المصائب لا تاتي فرد ولكن تاتي في جماعات مجنحه. ودول بقى بتيجي في جماعه لازم لازم. نورتيني شرفتيني، ربنا يخليك ضيفتي العزيزه المتميزه دائما وصاحبه الكاريزما والحكايات المتميزه والقصص الجميله في عالم طب الاسنان المثير، ضيفتي الاستاذ دكتوره اسراء السعيد كانت في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.